أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلاً وسهلاً بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان صانع العربات الذكي، وهي قصة جميلة جداً مليئة بالأحداث المضحكة ولا تخلو من الذكاء والفطنة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على النبي العدنان. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وفي إحدى المدن الصغيرة عاش عشرة من الكسالى الخاملين، وفي المدينة نفسها عاش معهم رجل نشيط من المجتهدين. كان أصحابنا الكسالى يمتلكون بيتا في قلب السوق في المدينة، أما صاحبنا النشيط فقد عاش بعيدا عن السوق في أقصى أطراف المدينة. كان كل من الكسالى والنشيط يعملون في صناعة عربات اليد الخشبية، لكن الكسالى كانوا دائما في حالة من الخمول والبلادة، حتى أنهم طوال اليوم لم يصنعوا سوى عربة واحدة وبالكاد. أما النشيط فكان يصنع بمفرده 10 عربات في اليوم الواحد. ومرت الأيام على هذا الحال، وكان الناس في السوق يتحاشون شراء عربات الكسالى لكثرة عيوبها، ويمتدحون عربات النشيط ويقبلون على شرائها لحسن صناعتها ودقة عملها. وصار الناس يثمنون عربات النشيط بسعر عال، أما العربات الرديئة التي صنعها الكسالى فلم ينظروا حتى إليها، ولم يستطع الكسالى أن يبيعوا عربة واحدة حتى تراكمت العربات لديهم وساءت أحوالهم. دارت رؤوس الكسالى من الإحباط واليأس، وأصبحوا يفكرون ليل نهار فيما يفعلون حتى يقبل الناس على شراء عرباتهم. وأخيرا هتف أحدهم قائلا: وجدتها، والله وجدتها. كان 4 من الكسالى يربطون المسامير، و5 يمسكون بالبلطة عندما تجمدوا في أماكنهم على صوت عاشرهم. سأل أحدهم: ما هي التي وجدتها؟ فأكمل هذا الكسول العاشر كلامه: سوف أذهب على الفور إلى منافسنا النشيط وأثني أمامه على عملنا وأمتدحه، ثم أقول له إن كل واحد منا يصنع في اليوم الواحد 10 عربات، أي أننا مجتمعين ننتج 100 عربة كل يوم. ونتيجة لإنتاجنا الكبير فإن المال قد أصبح لدينا أكواما لن نستطيع إنفاقها أبدا، ونحن نشفق عليه وعلى أحواله وندعوه للانضمام إلينا ليعمل لدينا 2 أيام ويصيب قدرا من هذا الثراء، وسوف نستغل تلك الأيام التي يعمل فيها معنا ونسعى إلى بيع عرباتنا الكاسدة والتخلص منها. كلامك مصيب يا رجل، هتف الكسالى فرحين بالاقتراح وأرسلوا زميلهم إلى النشيط. عندما وصل هذا الكسول إلى الرجل النشيط قدم له العرض وأردف قائلا: يا أخي النشيط، نحن نشفق عليك كثيرا، فكر فيما تفعله، فأنت منذ طلوع الشمس حتى غروبها تكدح وتبذل العرق الوفير، فلماذا ترهق نفسك وتعذبها بهذا القدر الكبير؟ إن كسرة من الخبز كافية لأن تشبع الجوع، وفر جهدك وانضم إلينا كي تربح أكثر. رفض هذا النشيط عرض الكسول، لكن الكسول لم ييأس وظل يلح ويعيد ويزيد في الإقناع والحديث حتى استسلم النشيط وقبل أن ينضم إليهم. حسنا، إذا كان هذا هو المقدر لي فلأذهب معك، قال النشيط. بدأ الكسالى والنشيط في العمل معا. كان الحر شديدا وجلس الكسالى بلا عمل في ركن ظليل بعيدا عن حرارة الشمس، أما النشيط فقد ربط منديلا مبللا على رأسه ليحميه من الحرارة، وظل ينشر ألواح الخشب ويبردها ويربط المسامير، واستمر يعمل ويعمل طوال اليوم بحماس كبير وبلا توقف.
وفي المساء جفف هذا النشيط عرقه وغسل وجهه ويديه وأخذ يعد العربات التي صنعها، فكانت 10 عربات. أما الكسالى فلم يصنعوا جميعا سوى عربة واحدة. نظر النشيط والدهشة في عينيه، لكنه التزم الصمت ولم يتكلم. ذهب الجميع إلى السوق لبيع العربات، فلم يشتري أحد عربات الكسالى، لكن الحاضرين تكالبوا حول عربات النشيط واشتروها جميعا. حاول النشيط أن يعلم الكسالى أصول الصناعة والدقة اللازمة لعمل العربات، لكن جهوده راحت أدراج الرياح ولم يتعلم الكسالى منه شيئا. يأس النشيط من تعليمهم فتركهم وعاد إلى دوره. جلس الكسالى يفكرون طويلا طويلا دون أن يصلوا إلى فكرة تسعفهم. كان 5 منهم يحملون لوحا خشبية و4 يربطون المسامير، عندما هتف عاشرهم قائلا: وجدتها وجدتها، والله وجدتها. تجمد الجميع في أماكنهم وقال أحدهم: ما هي التي وجدتها؟ أكمل هذا العاشر كلامه بحماس قائلا: اليوم نذهب في الظلام إلى دار النشيط ونحرق جميع عرباته، وغدا لن يجد رواد السوق شيئا معروضا سوى عرباتنا، وبالتالي سوف يرتفع ثمنها ويشتريها الجميع. فما رأيكم في هذه الفكرة؟ إنها فكرة عبقرية، رد الكسالى عليه وهم فرحون. عندما حل المساء اختبأ الكسالى بجوار دار النشيط حتى خرج من داره متجها إلى المدينة. حينئذ ذهبوا إلى مكان العربات المصنوعة وأشعلوا فيها النار حتى التهمتها عن آخرها. عاد النشيط إلى داره ورأى عرباته المحترقة، فنظر بحسرة إليها وقال: إن الحزن لن يعيدها إلى حالها، لأنسى ما جرى وأبدأ في العمل على وجه السرعة كي أعوض ما ضاع. وشرع هذا النشيط في العمل بنشاط وهمة وهو يغني بحماس. دفع الكسالى عرباتهم نحو السوق لبيعها، ومروا في الطريق على دار هذا النشيط فوجدوه يعمل ويغني وهو في حالة من السعادة والحيوية. عندها أصابتهم الدهشة والذهول، قالوا: السلام عليك، كيف حالك؟ هل تمضي الأمور على ما يرام؟ نعم نعم، إن كل شيء على ما يرام كما ترون، أجاب النشيط. لقد سمعنا أن عرباتك قد احترقت، هل هذا حقا ما جرى؟ نعم، هذه هي الحقيقة، لقد كان ينبغي علي حرقها منذ زمن طويل، لكنني كنت مشغولا، ولحسن الحظ ظهر أناس أخيار أحرقوها وقاموا بالعمل بدلا مني، فأسعدوني بفعلتهم كثير السعادة. قال النشيط لهم: الذين تساءلوا مندهشين، ولماذا أسعدك هذا؟ قال: لسبب بسيط، هو أنني أحتاج إلى الكثير من الرماد. ماذا؟ هل تقول إنك تحتاج إلى الرماد؟ سأل الكسالى بدهشة وعجب. نعم، سوف أخبركم عن هذا السر ولا تفشوه لأحد. في السوق يحتاجون كثيرا إلى رماد العربات، ويشتد الطلب عليه، حتى إنهم يبادلونه بالذهب وزنا بوزن. لقد ذهبت إلى السوق وقمت بالمبادلة برماد عربات المحترقة بالذهب. انظروا ومتعوا أنظاركم. وأخرج لهم النشيط من جيوبه مقدارا كبيرا من الذهب ليؤكد كلامه. دارت رؤوس الكسالى من بريق الذهب وعادوا أدراجهم إلى دارهم، وبسرعة قاموا بإشعال النار في عرباتهم، ثم جمع هؤلاء الكسالى رماد العربات المحترقة وذهبوا بها إلى السوق وهم في حالة من السعادة والفرح، وأخذوا ينادون على الناس ويصيحون: من يحتاج رماد العربات فليتقدم نحونا، هيا اغتنموا الفرصة يا حضرات، نبيع أفضل رماد لأفضل عربات، قيراط الرماد نبادله بقيراط من ذهب، هيا اغتنموا الفرصة، اقتربوا قبل أن تنفذ الكمية، اقتربوا. وهكذا صاح هؤلاء 10 بكل صوتهم في السوق. صار الحضور بالسوق يضحكون ويقهقهون حتى دمعت أعينهم من الضحك على ما يقوله هؤلاء الكسالى،
ثم التف الناس حولهم وهم يحملون العصي والحجارة، وضربوا الكسالى ضربا مبرحا وطردوهم من السوق شر طرده. عاد هؤلاء الكسالى خائبين منكسرين لما جرى لهم في السوق، وتملك الغيظ منهم، فقرروا أن ينتقموا من هذا النشيط الذي جعلهم أضحوكة السوق وسخر منهم. بعدما انتصف الليل ذهب الكسالى إلى بيت النشيط ليضربوه، لكن النشيط لم يكن موجودا في البيت. وفي الظلام اصطدم الكسالى بحمار النشيط يقف في فناء البيت، فانقضوا عليه وهم في صورة الغيظ وأوسعوه ضربا بالأيدي والأرجل حتى مات هذا الحمار المسكين من شدة ضربهم. في الصباح عاد هذا النشيط إلى داره فوجد الحمار ميتا. حزن النشيط على الحمار وحمله فوق إحدى عرباته وذهب به إلى الحقل. سار هذا النشيط في الحقل متجها نحو جرن كبير حتى وصل إليه، أنزل هذا الحمار الميت ووضعه وسط كومة من القمح الذي لم يدرس بعد داخل هذا الجرن، وسنده كما لو كان واقفا يأكل من القمح، واختبأ بجانبه في هدوء. كان مالك هذا الجرن هو مرابي يكرهه الجميع، والذي جلس بالقرب من هذا الجرن يتناول طعام الفطور. رأى هذا المرابي الحمار بين القمح فانتفض واقفا يصرخ عليه ليبعده: ابتعد ابتعد عن قمحي أيها الحمار المفجوع، ابتعد وإلا سأقتلك من الضرب. لكن الحمار بالطبع ظل في مكانه ولم يتحرك. جرى هذا المرابي نحوه وهو يحمل عصا في يده، ونخزه بها في جنبه، وما إن لمست هذه العصا جثة الحمار حتى وقع على الأرض. وظهر النشيط من خلفه متصنعا الدهشة والحزن، وصار يصرخ ويولول: يا للمصيبة يا للمصيبة، ما الذي فعلته يا هذا؟ لقد قتلت حمار الجميل، حمار القوي، قتلته أيها المتوحش. تراجع هذا المرابي إلى الخلف مذعورا من المفاجأة، وقال راجيا: أرجوك لا تصرخ هكذا بصوت عال واهدأ، فأنا لم أقتله، إنما حانت ساعة حمارك بالصدفة عندما اقتربت منه، فلا تصرخ حتى لا يسمعك أحد. لكن النشيط واصل صراخه وهتف: لا وألف لا أيها المرابي، فأنت سبب خسارتي، لقد قتلتني، قتلت حماري، وسوف تكون نهايتك على يدي حتى أنتقم له. وهجم هذا النشيط بالعصا على هذا المرابي ليضربه، لكن الآخر أوقفه قائلا: انتظر انتظر، سوف أدفع لك ما تريد عوضا عن حمارك. ذهبا، والله سوف تدفع ذهبا، قال النشيط. يا ليوم المنحوس، يا لحظك العاثر أيها الرجل. أخذ المرابي يولول ويندب حظه، لكنه في النهاية دفع للنشيط 10 جنيهات ذهبية عدا ونقدا. مضى هذا النشيط إلى داره، وفي الطريق قابل هؤلاء الكسالى الذين استوقفوه وسلموا عليه وقالوا: كيف حالك؟ وهل هناك من جديد لديك؟ لدي الكثير من الأخبار الجديدة، في الليلة الماضية مات حمار المسكين، واليوم حملت جثته إلى السوق وبعتها بثمن مرتفع، انظروا انظروا كم أخذت مقابلا لجثته. أخرج هذا النشيط من جلبابه الجنيهات الذهبية وصار يلوح بها بيده للكسالى متفاخرا. جحظت عيون الكسالى وكادت أن تخرج من مكانها وهم ينظرون إلى الذهب. مرر هذا النشيط الجنيهات الذهبية من تحت أنوف الكسالى ورحل في سبيله تاركهم في ذهولهم. وقف الكسالى وهم يحترقون من الحسد، ثم ركضوا مسرعين إلى بيتهم وجمعوا كل الحمير التي لديهم وقاموا بذبحها. حملوا بعد ذلك جثث الحمير وأسرعوا بها إلى السوق ليبيعونها. صار الكسالى ينادون على المارة في السوق ليشتروا بضاعتهم ويهتفون: من يريد جثث الحمير؟ يقترب هنا، هيا اغتنموا الفرصة يا حضرات، نبادل جثث الحمير بالذهب، أسرعوا قبل فوات الأوان. التف الناس ورواد السوق وهم في حالة من الغضب،
حول هؤلاء الكسالى العشر وصاروا يتندرون: ما هذه السفالات التي يقومون بها؟ من هؤلاء الحمقى الذين يتاجرون بجثث الحمير؟ وأمسك الخلق المجتمعون بالكسالى فضربوهم علقة أسخن من السابقة وطردوهم مع جثث الحمير من السوق شر طردة. ما إن وصل النشيط إلى بيته حتى رأى الكسالى يركضون ناحيته والشرر يتطاير من أعينهم وهم يحملون العصي ويستعدون للفتك به. فكر النشيط وأعمل عقله وقال: أنا واحد وهم عشرة، المعركة إذن غير متكافئة، من الأفضل لي أن أهرب منهم. وركض النشيط هاربا في الوادي ومن خلفه ركض الكسالى. ركض هذا النشيط في الوادي أسرع من الغزال، فلهذا كانوا يسمونه بالنشيط، واستطاع أن يسبق الكسالى بمسافة كبيرة. وأثناء جريه في الوادي رأى أمامه وجها لوجه ذلك المرابي راكبا على حماره يسوق أغنامه إلى المرعى. مهلا أيها النشيط، إلى أين تركض هكذا مسرعا؟ هتف هذا المرابي قائلا. فقال النشيط: ألم يصلك الخبر بعد أيها الرجل؟ لقد اختاروني لأكون ملكا. ماذا تقول أنت أيها المنعدم البائس؟ يختارونك لتصبح ملكا؟ هذا والله كلام فارغ لا يقبله العقل. إذا كانوا يريدون ملكا فليختارونني أنا، قال هذا الرجل. إذا كنت تريد أن تصبح ملكا بدلا مني فاركض على قدميك بسرعة إلى الربوة العالية هناك وسوف يختارونك، قال هذا النشيط وهو يشير إلى التلة البعيدة. كان هذا المرابي يتوق ويرغب بشدة في أن يصبح ملكا، وقرر أن يضحي بكل شيء في سبيل ذلك. نزل هذا المرابي من فوق حماره وترك أغنامه وأخذ يركض بسرعة ناحية الربوة. أما النشيط فقد غطى وجهه بمنديل وجلس على الحمار يسوق الأغنام. وهنا وصل الكسالى وهم يلهثون وسألوا النشيط: ألم ترى رجلا يركض هنا أيها الراعي؟ فقال: نعم، كان هنا بالفعل رجل يركض، أجاب النشيط بصوت مغاير لصوته وهو يمسك بخده كما لو كانت أسنانه تؤلمه. هل رأيته منذ فترة طويلة؟ لا لا، لم تمر سوى لحظات، قال النشيط وهو يشير إلى هذا المرابي الذي ظهر في البعد وهو يركض بسرعة ناحية الربوة العالية. ها هو يركض هناك يا رفاق، قال أحد الكسالى مشيرا إلى هذا المرابي. وركض الكسالى مسرعين يحاولون اللحاق بهذا الرجل ظنا منهم أنه النشيط. أزاح النشيط المنديل من على وجهه ونزل من على حمار هذا المرابي وصار يغني في سعادة ويصفر واتجه عائدا إلى بيته. ويقال أن الكسالى ما زالوا إلى وقتنا هذا يركضون ويركضون في الوادي يبحثون عن النشيط. انتهت الحكاية.